اتعرفت على الاستاذ سليمان في دار المسنين. اه اقدر افهم انه ممكن تبقى العلاقات طيبه، بس قرار الجواز او الحب العاطفي ده برضو محتاج يعني تفكير كبير، ولا ما كانش محتاج بالنسبه لك؟ شايفه انه لا 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 لا، محتاج تفكير كبير قوي قوي قوي، لان انا طالعه تجربه سيئه بعد 37 سنه، بقى عندي عدم مصداقيه في اي راجل وعدم اطمئنان لاي راجل. ثانيا انا كان عندي 58 سنه، اتجوز ليه؟ اتجوز ليه؟ خلاص قررت ان انا اعيش حياتي دي في الدار، لدرجه قلت لهم انا حياتي كلها اعيشها هنا، وانا يوم ما اموت برضو ادفنوني في مقابر الدار. وسبتوا الدار بقى وسكنتوا، لانه ما ينفعش تبقوا في دار المسنين متزوجين. لا لا ما ينفعش. ورحتوا عاشوا بعض وابتديتوا حياه جديده، ومش ندمانه ان انت ابتديتيها يا مدام نادي؟ لا 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 نهائي. لا بقول لحضرتك على الراي شاهيناز المطربه بتقول احب اعيش لك عمري كله من البدايه، يعني كان نفسي عمري كله بدايته تبقى معايا. شاهيناز بتقول كده؟ اه انت واضح انك مذاكره كل اغاني الحب. والله بتغني له ايه؟ كل كلمة حب حلوة قلتها لك، كل همسة شوق بشوق سمعتها لك، والأمان والقلب الحنين والأماني كلها حوشتها لك يا سليمان.